السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض حل امتحانات كتاب المدرسة. هنبدأ بالامتحان الأول اللي هو على أول يونت، واحد يونت، اتنين يونت، تلاتة، أول تلات يونتات هنحل إن شاء الله الامتحان الأول، وبعد كده في نفس النهاردة بإذن الله هينزل برضو الامتحان التاني عشان نكون حلينا تلت المنهج كده، أو حلينا على تلت المنهج. طالب منك بس طلب في البداية، ان شاء الله الفيديو يعجبك وتحس ان هو فعلا افادك، ويعني ادالك فايدة وخلالك تعرف ان انت تحل بعض الاسئلة. فياريت ان انت تشارك الفيديو مع زمايلك على الفيسبوك في الجروبات اللي انت فيها عشان هم كمان يقدروا يوصلوا للفيديو. تعالوا ما نشوف الامتحان بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، اول سؤال بيكون سؤال المحادثة. ازاي نحل سؤال المحادثة؟ اتكلمنا على الموضوع ده اكتر من مرة، ولكن برضو كده سريعا تعالوا ما نشوف واحدة واحدة هنعمل ايه. هنا طبعا بيكون في عنوان للمحادثة لازم تقراه. هبة is going to meet her friends today. هبة هتقابل صحابها النهاردة. فهنا مين الشخصيات اللي بتتكلم؟ الأم وهبة. الأم وهبة. فالأم بتقول What are you going to do with your friends today؟ انت هتعملي ايه مع أصحابك النهاردة؟ فهبة قالت We want to have a picnic but we don't know where to go. احنا عايزين ان احنا يعني ان احنا ايه نروح نزهة وكده، بس احنا مش عارفين نروح فين. فسألت سؤال، فالام قالت لها ايه garden park is a nice place for a picnic. فالام او الام ردت وقالت ان garden park دي هتكون مكان مناسب للنزهة. هنا الام عملت ايه؟ هنا الام اقترحت. يبقى ده كان ايه؟ يبقى ده كان طلب اقتراح. يبقى مثلا ممكن نقول what is the best place for a picnic. What is the best place for a picnic؟ أو ممكن نقول برضو Where do you suggest we go؟ Where do you suggest we go؟ حد هيقول لي طب ممكن يا مستر أكتب الاتنين؟ لا، ما تكتبش الاتنين، اكتب واحدة بس فيهم. الاتنين صح، الاتنين صح. أنت لما تكتب الاتنين بتبين للمصحح إن أنت متردد وإن أنت مش عارف أنهي إجابة فيهم الصح. فأنت بلاش تعمل حتة إيه إن أنا أكتب أكتر من إجابة دي في كل سؤال. احنا مثلا ممكن نعملها على مدار الامتحان في مثلا سؤالين بالكتير جدا جدا يعني. فانت اعمل الحتة ديت لو حاجة انت فعلا مش متأكد منها. What is the best place for a picnic؟ او Where do you suggest we go؟ نجيبهم منين الحاجات دي؟ خدناهم في فيديو المواقف اللي نزل امبارح. فيديو المواقف اللي نزل امبارح هتلاقوا فيه الكلام ده. فقالت لها ايه؟ Yes it is. ايوه هي تمام جميلة. What can I take for the picnic؟ انا اخد ايه معايا وانا رايح النزهة؟ انت بتاخد ايه؟ انت بتاخد ايه لو حد مثلا جه سالك اخد ايه وانا رايح اتفسح؟ هتقول له ايه؟ هتقول له you can take food and drinks. انت ممكن تاخد ايه؟ اكل ومشروبات. تمام؟ you can take food and drinks. فقالت لها that's good idea او that's a good idea. do I need my hat today؟ هل انا هحتاج الطاقية بتاعتي؟ فبناء على الجملة التانية هنعرف. قالت لها the sun is very strong today. الشمس لما تكون قوية قوي يبقى هي هتحتاج الطاقية ولا لا؟ طبعا يبقى هي هتحتاجها. فهنقول ايه؟ Yes you should take your hat. Yes you should take your hat. او Yes you do. Yes you do. ايوة انت ايه هتحتاجيها. ممكن بس نكتفي بكده بس. بعد كده هبة سألت سؤال كانت الاجابة early in the morning that's when the sun is not too hot. احنا هنمشي مثلا الصبح بدري، الوقت دوت بيكون الشمس ايه مش قوية. فقالت لها او ده الام قالت كده يعني. هبة قالت I will take your advice. انا هاخد نصيحتك دي. and woke up early then. وانا ايه هصحى بدري. يبقى السؤال كان ايه اصلا بتاع هبة؟ نمشي امتى؟ السؤال كان نمشي امتى او ايه انسب وقت ان احنا نمشي فيه. فمثلا ممكن نقول when should we go out. when should we go out. او what is the best time to go. what is the best time to go. ممكن تسأل أسئلة كتير جدا جدا جدا، ولكن أسهلهم when should we go out. امتى ايه؟ امتى يجب علينا ان احنا نمشي. ده كده سؤال المحادثة. تعالوا ما نشوف سؤال المواقف اللي هو على الوحدة الأولى والتانية والتالتة اللي احنا نزلنا لهم الفيديو. هنشوف يا ترى الفيديو اللي احنا نزلناه ده يا ترى هيقدر يساعدك بقى ولا لا. تعالوا ما نشوف كده هل الأفكار ديت زي ما قلناها ولا لا. You drop a glass on the kitchen floor. انت وقعت ايه؟ وقعت يعني كوباية على في المطبخ، على الأرض بتاعة المطبخ. your younger sister walks into the room. وأختك داخلة إيه؟ أختك داخلة للأوضة دي أو للمطبخ ده. فأنت المفروض تقول لها إيه في الحالة اللي زي دي؟ في إزازة على الأرض وأختك داخلة، أختك الصغيرة، فتقول لها إيه؟ والله في برضه حاجات كتير جدا. ممكن مثلا نقول be careful.
بي كيرفول يعني ايه؟ خلي بالك. There is a broken glass on the kitchen floor. في ازازة مكسورة على ايه؟ على الارضية بتاعت المطبخ. طبعا دي للناس اللي بتقدر ان هي ايه؟ تتعامل شوية مع المواقف بشكل كويس. طيب لو انت عايز بقى حاجة ملتزمة بالجزء اللي احنا قلناه في فيديو المواقف، هتقول بس بمنتهى البساطة you shouldn't enter the room now. انت المفروض ما تدخليش الأوضة او المطبخ دلوقتي. او you should wear something on your feet. انت المفروض تلبسي حاجة في رجلك عشان ما يجيش في رجلك ازاز. اي حاجة، اي نصيحة تقدر تنصحها لحد داخل مكان فيه ازاز. بس كده خدنا ادوات النصيحة كلها في unit 1. A friend asks you what you thought of a scary film. A scary film يعني فيلم مرعب او فيلم مخيف. That has just او that you has ايه just watched finished اللي انت لسه مخلصه. طبعا فيلم مخيف، فانت ممكن برضو طبعا ده يونت 2 تعبير عن المشاعر، فانا ممكن اقول ايه I feel frightened، انا شعرت بالخوف، او the film made me feel frightened. كل الكلام ده طبعا قلناه في فيديو المواقف. You tell a friend what you did last Saturday at midday. الساعة 12 الظهر كده اليوم السبت اللي فات انت عملت بعض الحاجات، عايزك تحكيها لي صديقك. ده ايه؟ ده يونت 3. فممكن نقول ايه؟ والله ممكن نقول اكتر من حاجة. مثلا first، اولا يونت 3 كانت بتتكلم على التسلسل، تسلسل الايه الاحداث. I watched TV، انا اتفرجت على التلفزيون. next I played football، بعد كده انا ايه؟ انا لعبت كرة. المهم يعني في كل الموضوع ده ان انت تتكلم في الماضي. at دي طبعا اجابة تانية. at midday on Saturday، بقول بس الحتة دي كده. at midday on Saturday، في منتصف اليوم يوم السبت. I went to visit my grandmother، انا رحت ازور ايه؟ ازور جدتي. كده خلصنا اول سؤالين. تعالوا اما ندخل على السؤال الثالث، سؤال القطعة، سؤال سهل جدا. هنقرأ بس الاسئلة الاول كويس جدا. لو التزمت باللي انا بقوله ده ان شاء الله سؤال القطعة ده هيكون بالنسبة لك اسهل سؤال. سؤال القطعة بيبدأ يكون يعني نوعا ما يعني شوية صعب شوية في الثانوي، انما في مرحلة الاعدادي سؤال القطعة ده اسهل سؤال، ولكن امشي باللي انا هقولك عليه. نقرأ الاسئلة الاول كويس. What do most people do in June in Sweden؟ الناس في دولة السويد بتاعت ابراهيموفيتش، الناس بتعمل ايه هناك في شهر 6؟ هنشوف دلوقتي. يبقى عايزين هنا نعرف الناس بتعمل ايه. How can Swedish people help themselves sleep in the long days of June؟ في الليالي الطويلة بتاعت شهر 6، ازاي الناس اللي هو من السويد، الناس اللي من السويد ازاي ان هم بيساعدوا نفسهم عشان يناموا؟ ايه هنا الطريقة. Why do you think that people don't go to bed early in June in Sweden؟ ليه الناس في السويد ما بتروحش تنام بدري في شهر 6؟ هنشوف برضو. The word hearing means a type of. كلمة hearing معناها ايه؟ نوع من ايه؟ نوع من السمك، ولا نوع من السفن، ولا نوع من البيرد الطيور، ولا نوع من الشيل الصدف؟ هنشوف دلوقتي. The underlined word them. them ضمير them refers to، بيشير الى. لما بتلاقي كلمة خط او ضمير تحته خط، بص على الجملة اللي قبله، او يعني بالكتير جدا وما بتحصلش يعني الا نادرا الجملتين اللي قبله. تمام. الفكرة في ايه؟ الفكرة هو بيتكلم على مين؟ هو بيتكلم على مين؟ سيبك خلاص، نسيبنا من حتة جملة وجملتين، هو بيتكلم على مين؟ الكلمة دي بتعود على مين؟ على الاطفال، ولا الناس اللي من غير عائلات، ولا الناس اللي من غير منازل مثلا او منزل، ولا الناس اصلا في السويد؟ هنشوف دلوقتي. In Sweden، في السويد، the longest day of the year is celebrated in June، بيحتفلوا بأطول يوم في السنة في ايه؟ في شهر 6. It is the start of a 5-week holiday، بتكون بداية 5 أسابيع أجازة. Most people go on a trip to the country with their families، معظم الناس بتروح إلى يعني بتروح في رحلة كده إلى الريف مع ايه؟ مع عائلتها. يبقى إجابة السؤال الأول ايه؟ إجابة السؤال الأول they celebrate، هما بيعملوا ايه بقى في شهر 6؟ they celebrate the longest day of the year، بيحتفلوا بأطول يوم في السنة. ايه تاني؟ they go on a trip to the country with their families، هما كمان بيروحوا الى مثلا رحلة كده بسيطة في الى الريف يعني مع الأسر بتاعتهم. طيب نكمل. children put flowers in their hair، بيحطوا وردة على شعرهم. and everyone eats a special cake، وكله بيه بياكل كيكة خاصة. In the evening، في المساء، a family meal is eaten، بياكلوا بقى ايه؟ الوجبة العائلية. This usually includes hearing، بتتضمن دايما ايه؟ كلمة hearing اللي احنا اصلا مش عارفين معناها دي. طيب مالها بقى الهيرنج دي؟ There are a lot of these
في كتير منها in the sea around Sweden، في البحر حوالين ايه؟ حوالين السويد. ايه الحاجة اللي موجودة في البحر؟ طبعا السمك. after كلمة hearing بقى معناها الرنجة، يعني معناها الرنجة. after people have eaten بعد ما بياكلوا، they usually go for a walk، بيتمشوا بقى شوية. nobody goes to bed before 12 o'clock، مفيش حد بيروح للسرير ان هو ينام يعني قبل الساعة 12 on this special day، في اليوم المميز ده اللي هو أطول يوم في السنة. there is sunshine until very late at night، بيكون الجو مشمس متخيلين لحد فترة كبيرة جدا في الليل in Sweden at this time. in the north في الشمال it doesn't get dark at all، الدنيا أصلا ما بتضلمش في الشمال، الدنيا ما بتضلمش. it can be difficult to sleep، بيكون من الصعب جدا النوم. ليه؟ لأن الدنيا إيه؟ ما بتضلمش. هو مثلا ده إجابة السؤال التالت. it can be difficult to sleep it to help them، to help them عشان يعني يساعدوا بقى نفسهم. مين دول بقى؟ ها يا ترى مين؟ احنا اتكلمنا على الناس اللي من غير عائلات؟ لا. اتكلمنا على الأطفال؟ ده فوق خالص. لا. اتكلمنا مثلا عن الناس اللي من غير منزل؟ لا، ما اتكلمناش عن الكلام ده خالص. اتكلمنا عن مين؟ عن الناس اللي في السويد. people should find a room that is not very light، بيدوروا على اوضه ما تكونش فيها ايه؟ اضاءه. طيب يبقى السؤال الثاني اخر جمله خالص قلناها اللي هي ايه؟ they should find a room that is not very light، عشان يساعدوا نفسهم ان هم يناموا بيدوروا على مكان يكون ما فيهوش نور. طيب ليه ما بيعرفوش يناموا بدري؟ طبعا because there is sunshine until very late at night in Sweden in June، بيكون في الجو لسه الشمس طالعه لغايه ايه؟ لغايه وقت متاخر في الليل في فترة شهر 6 أو في اليوم الطويل اللي هو إيه؟ the longest day of the year. طبعا قلنا hearing دي اللي هي نوع من أنواع السمك، وقلنا آخر واحدة زين بتشير إلى people in Sweden. تعالوا ما نكمل ونشوف القصة بتاعتنا. هنا بيقول لنا former gray black beauty merry legs ginger، طبعا ده الكلام ده على chapter 1، الجزء ده على chapter 1. فاللي عنده مشكلة في الجزء ده حاسس ان هو في حاجة مش فاهمها، مش فاكر ديت كانت فين، يرجع لتشابتر 1 يشوف المراجعة بتاعته لو انت كنت مذاكره قبل كده. لو ما فتحتوش بقى خالص يعني فممكن تشوف الشرح من الاول. فارمر جراي، طبعا مين فارمر جراي؟ طبعا فارمر جراي ده هو اول مالك لمين؟ لبلاك بيوتي. فندور عليها كده هنلاقي ايه؟ بلاك بيوتيز فيرست اونر. طيب مين بلاك بيوتي؟ بلاك بيوتي ممكن يجيب لنا الوصف بتاعه وممكن يجيب لنا ان هو اللي بيحكي القصة، فهو موجود the horse who tells the story. مين اللي بيحكي القصة؟ طبعا ده بلاك بيوتي. طب مين a short fat horse؟ مين الحصان القصير اللي هو كان تخين شوية؟ مين ده؟ اللي رمى الأولاد من على ظهره، وكمان اللي كان فيه بعد كده جو جرين هيتعلم عليه. كل ده مين؟ كل ده ميري ليجز. طيب مين بقى اللي عنده difficult past؟ طبعا دي جينجر. يبقى الإجابة الأخيرة طبعا a horse who forgot his mother's advice. مفيش حد كده اصلا في القصة، والحتة دي بتيجي كتير مش عارف ليه يعني، ولكن مفيش اصلا حد كده في القصة. ده بالعكس بلاك بيوتي عمره ما ايه؟ عمره ما نسي النصيحة بتاعت امه. What advice did Black Beauty's mother give him؟ ايه النصيحة اللي هي ادتها له؟ والله هي قالت له على حاجتين. تمام؟ هي قالت له ايه؟ قالت له she said the harder he worked، كل ما يشتغل بجد اكتر، the kinder people will be to him، كل ما الناس تكون افضل معاه. ممكن نعتبر دي نصيحة، وممكن يعني هو الإجابة بتاعت السؤال، الإجابة الأساسية بتاعت السؤال not to bite or kick، زي ما احنا قلناها في المراجعة not to bite or kick even when just playing، حتى وانت بتلعب ما ايه؟ ولا ترفص ولا ايه؟ ولا تقعد. تمام؟ ولكن انا شايف ان احنا ممكن نقول الاتنين دول كجملة واحدة من غير فاصلة بقى ومن غير حاجة، ان هي قالت له ان هو كل ما يشتغل بجد كل ما الناس تكون افضل معاه، ان دي برضو تعتبر نصيحة، وكمان ان هو ايه؟ لا يركل ولا يقعد. What was Birtwick Park like؟ Birtwick Park كانت عاملة زي بتاع سكوير جوردن، هنوصفها طبعا الوصف بتاعها بسيط خالص وصغير. It was a lovely place to live in، كانت مكان جميل ان انت تعيش فيه، كمان في large fields، كمان في comfortable stables، كمان في استبلات مريحة. Do you think that the horses liked Birtwick Park؟ تفتكروا ان الخيول كانت بتحب Birtwick Park؟ طبعا، بس احنا لسه وصفينها اصلا وعامله ازاي؟ جميله جدا. طيب لماذا؟ فهنقول ايوه في الاول yes I think so. طب لماذا بقى؟ because it has، وبعد كده نكتب ايه؟ الوصف اللي احنا كتبناه. How do we know that Black Beauty had good owners؟ وده كان اخر حاجه معانا في مراجعه chapter 3،
احنا كنا قلناها لان هي كانت بتتكلم على القصه بشكل عام يعني، او القصه في الترم الاول بشكل عام. كنا قلنا ايه؟ فارمر جراي واز كايند. فارمر جراي كان عطوف، سكوير جوردن واز كايند تو، ان الاثنين اللي كانوا معاه كانوا ايه؟ كانوا عاطفين. ولكن هل الاجابه كده كفايه؟ احنا ممكن نزود على كده، ممكن نزود ايه؟ ان طبعا فارمر جراي كان بياكله هيلثي فود، كان بيديله هيلثي فود، كمان كان ايه؟ سبوك تو هيم كايندلي، كان بيتكلم ليه بشكل ايه؟ بشكل كويس. كذلك سكوير جوردن مثلا كان برضو بيتعامل معاه بشكل كويس، وعمره ما كان ايه؟ ما كان مثلا بيضربه مثلا. تمام؟ فاحنا نذكر بعض برضو ايه؟ بعض الامثله، ولكن برضو الاساس ان احنا نكتب الجمله دي في البدايه كده عشان ايه؟ خلاص المصحح يعرف ان انت ايه؟ فاهم وعارف ان هو ايه؟ ان هي الاجابه ان فارمر جراي سكوير جوردن الملاك بتوعه كانوا كويسين معاه. ولكن اكتب امثله برضو، زود عن اللي انا كاتبه ده. Do you think that Merrylegs was wrong to throw the older boys off his back؟ تفتكروا كان Merrylegs غلطان ان هو رمى الاولاد من على ظهره؟ والله لو انت شايف ان هو غلطان قول لنا ليه، ولو انت شايف ان هو مش غلطان قول لنا ليه. يعني انت هنا عندك الحريه، ممكن تقول ايوه هو غلطان لانه مثلا كان ممكن يعورهم، او لا هو مش غلطان لانه كان بيعلمهم درس. فاحنا هنا هنقول ايه؟ He wasn't wrong to do this. هو ما كانش مخطئ ان هو يعمل كده. طيب ليه؟ Because he didn't hurt the boys. لان هو في الحقيقة في الاخر يعني في النهاية ما اذاش الاولاد. And he wanted them to learn to be kind to horses. وكان عايزهم ان هم يتعلموا ان هم يكونوا جيدين او بيتعاملوا بلطف مع الخيول. يبقى دي الاجابة بتاعتنا. تمام؟ طيب انت شايف، انت رأيك مختلف وشايف ان هو كان غلطان؟ خلاص اكتب هو مدي لك why and why not. ممكن تكتب اه ممكن تكتب لا، ولكن المهم تكتب سبب مقنع. نيجي لسؤال الاختيارات. When is شم النسيم نقط in Egypt؟ طيب هو شم النسيم بيحتفل ولا بيحتفل بيه؟ طبعا شم النسيم بيحتفل بيه، فهنا الإجابة هتكون passive. هنا في is اهي، هنا في is، يبقى ناقص البي بي، والبي بي طبعا أول إجابة. This book has نقط pages. طبعا هنا في زين اهو، زين ذات بوك، الكتاب ده فيه صفح اقل من الكتاب التاني. طبعا صفح دي كلمة يعني صفحات، بكلمة تعد عشان فيها حرف الاس اهي زي ما احنا شايفين، عشان كده هناخد كلمة في يور زين، في يور بيجز زين. People often drink not water in hot weather than when it ايه when it is cold. ناس كتير جدا هتجري تختار الاس. ليه؟ لان water من الحاجات التي لا تعد، فهتاخد ايه؟ بتاخد لس. تمام، دي طبعا مش معنى بتاخد ايه؟ بتاخد لس. ولكن هل المعنى هيبقى صح؟ لا طبعا المعنى هيبقى غلط. ليه؟ لان كمان مور بتنفع، لان احنا ممكن نختار لس وممكن نختار مور. هيفرق حسب ايه؟ حسب المعنى. هو احنا في الطقس لما يكون الطقس حر بنشرب مية اكتر ولا مية اقل؟ طبعا بنشرب مية اكتر، يبقى هنا مور ووتر اون هوت او ان هوت ويذر than when it ايه when it is cold. It's not too hot on the beach. الجو مش حر قوي في الشط. Because there is a nice not a nice cloud storm wave. طبعا لا a nice breeze. في ايه؟ في زي هوا كده ايه؟ هوا خفيف جميل، نسيم يعني، نسيم البحر. The restaurant in the guidebook was a very good not. المطعم اللي في الكتاب بتاع الارشاد يعتبر ايه؟ جيد. يعتبر ايه؟ جيد. وكنا حلينا على الجزئية ديت ريفيو؟ لا طبعا ريفيو ديت ايه؟ ريفيو دي مراجعة كتاب مثلا. بارد موكب؟ لا. انفورميشن معلومة جيدة؟ لا طبعا ايه؟ ريكومنديشن توصية جيدة. I don't know how to get to your house. انا مش عارف اوصل لبيتك ازاي. Can you give me نقط؟ Can you give me ايه؟ طبعا مش عارف اوصل لمكان، يبقى عايز الدايركشنز، عايز الاتجاهات. When you go to Luxor؟ لما تروح الأقصر. I think you should visit the museum. اعتقد ان انت المفروض تزور المتحف. عايز احط recommend. recommend خدنا في الجرامر بتاعنا، وكمان خدنا في المواقف في الفيديو اللي فات. لو انت نسيت يعني الجرامر فالمواقف اكيد فكرتك لو اتفرجت عليها. خدنا ان recommend بيجي وراه ايه؟ recommend ممكن يجي وراه ذات وبعد كده الفاعل والفعل في المصدر، او ممكن يجي وراها verb by ing، او ممكن يجي وراها noun. هنا هنجيب وراها ذات وفاعل وفعل في المصدر، فهنقول I recommend that you، طبعا انا بوصيك ان انت ايه؟ you visit the museum، ان انت تزور الايه؟ تزور المتحف. امتى؟ الجمله الاولى دي من غير اي تغيير. الجمله الاولى دي من غير اي تغيير. خلي بالك ان الجمله الاولى دي ممكن تكتبها في البدايه خالص او في النهايه خالص، الاثنين صح. تكتبها في البدايه خالص او ايه؟ او في النهايه خالص.
بس طبعا لو كتبتها في البداية هتعمل فاصلة قبل ايه، قبل I recommend. كل الفكرة ان I think، انا اعتقد، I think نقط او I think فاعل should، هي ايه، I recommend that، هي the blue bottle has more water than the green bottle. الازازه الزرقاء فيها ميه اكتر من الازازه الايه الخضراء. عندنا هنا ازازتين، عندنا هنا ازازتين، ادي هنا الازازه الخضراء او هنا الازازه الزرقاء فيها ميه كتير، تمام، فيها كل ده ميه، وهنا الازازه الخضراء فيها شويه ايه، شويه ميه صغيرين. فانا هنا كنت بستخدم مور. لو انت متابعني بقى فقلت ايه، لما نيجي نستخدم لس هنعمل ايه، لما نيجي نستخدم لس بننقل الحاجات اللي هي بنقارن ما بينهم، يعني ذا بلو بوتل بدل ما هي كانت في الاول هتروح في الاخر، وذا جرين بوتل بدل ما هي كانت في الاخر هتروح في الاول، وبنشيل مور ونحط لس وتنزل بالجمله زي ما هي. بص كده، ذا جرين بوتل بدل ما كانت في الاخر جبناها في الاول، هاز ملناش دعوه ما عليهاش خط نزلنا بيها، طبعا مور شلناها وحطينا لس، ووتر نزلت زي ما هي، زي نزلت زي ما هي، وبعد كده ذا بلو بوتل جبناها في النهايه بمنتهى البساطه. منال always helps people، وكنا حلينا المثال ده برضو قبل كده وقلنا ان استخدم helpful، استخدم helpful. عندنا هنا منال دايما بتساعد الناس، انا عايز اقول منال منال بقى عايز استخدم كلمة مساعدة، ان هي ايه، ان هي بنوصفها ان هي ايه، مساعدة، تحب تساعد الناس يعني، بس من غير ما نجيب الايه، من غير ما نجيب الفعل. لما يكون في حاجة زي كده بتستخدم verb مناسب، الverb المناسب هنا هو يكون، verb to be. منال تاخد ام ولا از ولا ار؟ طبعا منال تاخد از، يبقى منال از اولويز هيلفول، منال دايما بتكون ايه، مساعده. كل الفكره ان هنا كان هيلب هي الفعل، اما هنا عشان نشيل بقى هيلب ونحط بدلها الصفه، تمام، فعشان نحط الصفه جبنا فعل مختلف، والفعل دوت لازم يكون فيرب تو بي. بيقول لنا هنا اكتب ايميل من 7 جمل عن ايه، عن واحد من الموضوعات التاليه. تعالوا اما نشوف ايميل عن الموضوع الاول، عن ماذرز داي، عن عيد الام. فتعالوا اما نشوف عامل ازاي عشان برضو نعرف الشكل بتاعه. زي ما انتم شايفين ده كده قدامنا الايميل. الايميل بيتكون من ايه، طبعا في فيديو معمول عشان سؤال الايميل وسؤال الباراجراف ومشروح فيه بالتفصيل، يعني تقريبا 35 دقيقه فاتكلمنا فيها عن سؤال الباراجراف والايميل تفصيلا، ولكن كل 3 يونتات هعمل عليهم موضوع. يعني مثلا الامتحان الاول والتاني هنعمل على الامتحان الاول اهو، الامتحان التاني مش هنحل الباراجراف بتاعه، الامتحان التالت والرابع هعمل على التالت، وهكذا يعني. تو الاول، فروم سبجكت، تو فروم سبجكت، دول بنكتبهم كده بالترتيب زي ما انتم شايفين كده. بعد كده تو بكتب الشخص اللي انا ببعت له، الشخص اللي انا ببعت له، تمام. الشخص ده بستخدمه مره كمان امتى، في بعد كلمة هاي، بعد كلمة هاي اهي، يبقى بستخدمه مرتين، أول مرة بعد تو، تاني مرة بعد هاي. بعد كده فروم، أنا بقى فروم تامر، اسم إيه؟ اسم الولد اللي بيبعت. طيب بستخدمه مرة تانية إمتى؟ في نهاية الباراجراف خالص، أو في نهاية الإيه؟ الإيميل خالص، آخر حاجة خالص في الإيميل. طبعا السبجكت اللي هو قايل لك عليه اللي هو إيه؟ ماذرز داي. بعد كده بتقول هاي هاري بنفس المعدل او نفس الشكل كده، نفس الطريقه بتاعت تو فروم سبجكت. بعد كده بتسيب مسافه، بتسيب مسافه زي ما انت شايف، مسافه 4 حروف مثلا، وبعد كده تبدا بقى ايه الباراجراف بتاعك او تبدا الايميل بتاعك. I would like to tell you how we celebrate the Mother's Day، انا عايز اقول لك احنا بنحتفل بعيد الام ازاي. ده طبعا الكلام اللي هو اصلا قايل لك تكتبه. It's an interesting day، بص الجمل، اكتب جمل بسيطه قدر الامكان. ده بيكون يوم ايه؟ يوم مميز جدا ويوم حلو جدا. We buy presents for our mom، احنا بنشتري هدايا لامهاتنا. We decorate the house with balloons، احنا بنزين المنزل بالبالونات. We buy cakes and sweets، بص يعني حاجات سهله، حتى الافعال ايه؟ decorate انت خدتها في المنهج، buy يعني فعل طبعا سهل جدا. We thank her for what she does with us، احنا بنشكرها على اللي هي بتعمله معانا. وبعد كده بنسيب نفس المسافة اللي سبناها من في الأول أهي، وبنكتب بقى مثلا all the best، وبنكتب إيه الاسم بتاع الولد. ده الإيميل، وعشان برضو تشوفه بالتفصيل أكتر هتلاقي الفيديو على القناة، فيديو إزاي تعمل باراجراف وإيميل. بكده نكون خلصنا الامتحان الأول، أتمنى إن هو يكون أفادكم. يا ريت يا شباب توصلوه لبقية الناس، ويا ريت تستنوا الامتحانات الجاية لأن طبعا مهمة جدا جدا. إن شاء الله الامتحان التاني هينزل النهاردة، وباذن الله هحاول ان كمان الفيديو بتاع
فيديو المراجعه اللي هو الخاص بالمواقف بتاعه يونت 4 و5 و6، حاول ان شاء الله ان انا اخلصه النهارده، بس ممكن ينزل بالليل قوي يعني شويه، فباذن الله ان انا اخلصه برده وانزله، وكده يكون ناقصنا مثلا الامتحان الثالث والرابع، دول بقى ينزلوا يوم الثلاث ويوم الاربع ان شاء الله نخلص كل الفيديوهات بتاعتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.